بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 73. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبركاته. كنا في الحلقة الماضية مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب صفة الحج والعمرة، ووقفنا عند قوله: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال: فإذا أراد الخروج، فإذا أراد يعني الحاج، نعم، الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. الوداع هو آخر شيء من أعمال الحج، فإذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء الحج إلى أي جهة من الجهات، قريبة كانت أو بعيدة، فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت 7 أشواط، تسمى طواف الوداع لأنها آخر شيء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فطواف الوداع واجب من واجبات الحج لإلزام النبي صلى الله عليه وسلم به كل خارج من مكة بعد أدائه الحج. نعم. قال: فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. إن طاف للوداع ثم أقام بعده في مكة، كأن بات فيها بعد طواف الوداع أو أقام فيها يوما أو أكثر مما يعد إقامة في العرف، فإنه ينتقض وداعه ويلزمه إعادته عند الخروج، لأنه لم يكن آخر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول: آخر عهدهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أو التجر يعني باع واشترى لأجل التجارة وطلب الربح بعد أن طاف للوداع، اشتغل بالتجارة في مكة وباع واشترى طلبا للربح، فإنه انتقض وداعه، لأنه لا يصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت، وإنما كان آخر عهده بالبيع والشراء، فيعيد طواف الوداع. الوداع. أما إن طاف للوداع ثم مر بمنزله ودخل فيه لأجل أن يأخذ منه حاجة أو أن يحمل متاعه، فهذا لا يضر. وكذلك لو اشترى شيئا من حاجات السفر في طريقه، اشترى من حاجات السفر أو الهدايا التي يهديها لمن لأقاربه في بلده، فهذا لا ينقض الوداع لأنه من لوازم السفر. نعم. حسن الله إليكم. قال: وإنما الممنوع أن يتجر، أن يبيع ويشتري للاتجار. أما إن اشترى أشياء للسفر أو أشياء لأهله فلا مانع من ذلك. نعم. قال: وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. إن خرج قبل طواف الوداع فإنه يلزمه الرجوع إذا كان قريبا من مكة، يلزمه الرجوع والإتيان بطواف الوداع. أما إذا بعد عن مكة فإنه لا ينفعه الرجوع
لأنه سافر فلا ينفعه الرجوع لو رجع، يتقرر عليه الدم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. أما الحائض فإنها لا وداع عليها لأن الله خفف عنها، كما في حديث ابن عباس، غير أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما حاضت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاضت بعد الحج، فلما علم صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي؟ ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة. قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال: فانفري إذن، أي سافري. فدل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. نعم. قال: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. إذا أخر طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، إذا أخره وطافه عند سفري فإنه يجزئ عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، يعني بعدما يفرغ من طواف الوداع ويريد السفر يستحب له أن يقف بين الركن يعني الحجر الأسود وبين باب الكعبة، فيدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء عند سفره في أن يغفر له وأن يتقبل منه وأن يعيده إلى بيته الحرام مرة ثانية، وأن لا يجعله آخر العهد بالبيت العتيق، ويدعو بكل ما تيسر له. هذا سنة من سنن الحج. نعم. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. أما الحائض فإنها لا تدخل المسجد الحرام، كما أنها لا تدخل غيره من المساجد، ولكن تقف عند الباب وتدعو عند باب المسجد وتدعو بما تيسر لها من أنواع الأدعية، هذا سنة. نعم. قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة المسجد النبوي بعد الحج أو في أي وقت مستحبة، زيارة المسجد النبوي مستحبة في أي وقت، لكن إن زاره بعد الحج من أجل أن يسلم من سفر آخر ويكون هذا أيسر له فلا بأس بذلك، فيذهب إلى المدينة بنية زيارة المسجد لا بنية زيارة القبر، لأن القبور لا يسافر لزيارتها، وإنما يسافر لزيارة المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أما القبور، قبور الأنبياء أو قبور الأولياء والصالحين، فإنها لا يسافر من أجل زيارتها، وإن كانت زيارة القبور سنة، لكن سنة بدون سفر، لأن السفر للعبادة والتقرب إلى الله في مكان من الأمكنة لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة. أما من أراد أن يعبد الله أو أن يتقرب إليه فإن الأرض واسعة وكلها يعبد الله فيها سبحانه وتعالى. فقول المصنف رحمه الله: تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر صاحبه، هذا لا شك فيه أنها تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبه وبقية قبور المسلمين، هذه مستحبة لكن بدون سفر، لكن بدون سفر. فإذا أراد أن يسافر يكون نية السفر من أجل زيارة المسجد، وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر صاحبيه وغيرهم، تدخل تبعا لزيارة المسجد. نعم. وأما ما روي من الأحاديث في أنه يشرع لمن حج أن يسافر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزوره
وأن من حج ولم يزرني فقد جفاني وأمثال هذا من الأحاديث، فكلها أحاديث إما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها، وإما أنها موضوعة كما نبه على ذلك أئمة الحفاظ من أهل الحديث رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان صفة الحج انتقل إلى بيان صفة العمرة، فقال: صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. العمرة مثل الحج، إذا جاء يريد العمرة ومر بميقات من المواقيت التي في طريقه فإنه يحرم منه ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا قدم إلى مكة يريد العمرة في أي وقت ومر على ميقات من المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم منه، سواء مر به ماشيا أو راكبا على دابة أو على سيارة، أو مر به من الجو على طائرة، أو حاذاه من أي الجهات من الأرض، فإنه يلزمه الإحرام حينئذ ولا يتعدى الميقات بدون إحرام. هذا إذا مر بالميقات. نعم. أما إذا كان منزله دون الميقات مما يلي مكة فإن ميقاته منزله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، فمهله من أهله. وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد العمرة ثم بدا له أن يعتمر بعدما تعدى الميقات فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه. يحرم من المكان الذي نوى منه ما دام أنه خارج الحرم فيحرم منه. أما من نوى العمرة وهو في الحرم في داخل الأميال من أهل مكة أو غيرهم من القادمين إليها، إذا أراد العمرة وهو في داخل الحرم فإنه لا يحرم بالعمرة من الحرم، بل يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعمر عائشة بعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم فأحرمت منه بالعمرة، والتنعيم هو أدنى الحل، فدل على أنه لا يحرم من مكة بالعمرة لا مكي ولا غيره، وذلك لأن مناسك العمرة كلها داخل الحرم بخلاف الحج، فإن مناسكه منها ما هو داخل الحرم وخارج الحرم، فيجوز أن يحرم بالحج من مكة لأنه سيخرج إلى الحل لأداء المناسك كالوقوف بعرفة مثلا، وأما العمرة فكل مناسكها داخل الحرم لأنها طواف وسعي وحلق أو تقصير، وهذا كله في الحرام، فلو أحرم من الحرم فإنه يخلو من خروجه للحل، والمفروض في الإحرام أن في المحرم أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم، يجمع بين حل وحرم، فلذلك أمر المتمتع الذي نوى العمرة من مكة أن يخرج إلى الحل من أجل أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإذا طاف وسعى وقصر حل. نعم، العمرة هي إحرام من الميقات أو من أدنى الحل لمن كان من أهل مكة ونحوهم، يعني ممن كان مقيما في مكة من غير أهلها إذا نوى العمرة، لا من الحرم، أي لا يحرم بالعمرة من الحرم أحد، فلا بد من الميقات، لا بد من الحل.
فإذا طاف المعتمر طاف بالبيت 7 أشواط وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط بنية طواف العمرة وسعي العمرة، وقصر من رأسه أو حلق رأسه فقد حل. هذه مناسك العمرة، مناسك العمرة إحرام وطواف وسعي وتقصير أو حلق، هذه مناسك العمرة. فإذا فعلها تكاملت العمرة ويحل من إحرامه بذلك. نعم. قال: وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. تباح العمرة كل وقت في أشهر الحج وغيره، لأنها ليس لها وقت محدد من السنة. أما الحج فإن الله حدده بالأشهر، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، التي هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. أما العمرة فليس لها ميقات محدد، يعني ليس لها زمان محدد من السنة، فيعتمر متى شاء، ولا يختص هذا بغير أشهر الحج، بل يعتمر في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج. نعم. وتجزئ عن الفرض، إذا اعتمر عمرة في أي وقت سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، فإن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام، لأن المسلم يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، وتجب عليه العمرة مرة واحدة في العمر. فإذا اعتمر المسلم في أي وقت من الأوقات من السنة أجزأ ذلك عن عمرة الإسلام، سواء كانت في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج. نعم. أحسن الله إليكم، الجمع بين أكثر من عمرة في سفر واحد لا بأس بذلك، تكرار العمرة لا بأس به في سفر واحد أو في أسفار، إلا أن العلماء كرهوا أن يأتي بالعمرة، كرهوا أن يكرر العمرة في زمن متقارب، بل يكون بين العمرتين وقت بحيث ينبت رأسه، يكون في رأسه شعر، هذا هو الأولى من أنه يكرر العمرة في زمن متقارب. أما المنع فليس هناك منع وتحريم، لكن هذا من باب الأفضلية، أن يجعل بين العمرتين وقت وفاصل. وأما تكرار العمرة فإنه مشروع، كما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. الأركان جمع ركن، والركن هو الجانب الأقوى للشيء. فأركان الحج التي يقوم عليها ولا بد منها 4: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، هذا 1. الثاني: الوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والركن الثالث: طواف الزيارة، أي طواف الإفاضة، هذا هو الركن الثالث من أركان الحج. والركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان لا بد منها للحج، ولا يكون الحج إلا بوجودها، لأنها أركانه التي يتم ويقوم عليها. نعم. وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع.
والوداع نعم والباقي سنن. أما أركان الحج فإنها سبعة كما ذكرها هنا. واجبات الحج أركانه أربعة كما سبق، وأما واجباته فهي سبعة كما ذكرها هنا. الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، أي الذي يمر عليه قاصدا الحج أو العمرة، هذا واجب، فلو تجاوزه وأحرم من دونه فإنه ترك واجبا من واجبات الحج فيكون عليه فدية، هذا واحد. الثاني الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف لا، الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الغروب. نفس الوقوف هذا ركن، لكن الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا هذا واجب من واجبات الحج. يجب أن نفرق بين الوقوف وبين وقت وبين استمراره إلى الغروب. نفس الوقوف هذا ركن، أما استمراره إلى الغروب لمن وقف في النهار فهذا واجب من واجبات الحج. فلو وقف وانصرف من عرفة قبل الغروب أدى الركن، فقد أدى الركن، لكن انصرافه قبل الغروب ترك واجبا فيكون عليه دم، هذا الواجب الثاني. هذا هو الواجب الثاني. الثالث المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، المبيت لغير أهل السقاية الذين يسقون الماء من زمزم، المراد بأهل السقاية الذين كانوا يسقون الماء للحجاج من زمزم، بمعنى أنهم يغترفونه من البئر وينضحونه من البئر بالدلاء، كان يقوم عليه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هؤلاء هم أهل السقاية، هؤلاء يباح لهم ترك المبيت بمزدلفة بمزدلفة وترك المبيت بمنى، ترك المبيت بالمشعرين، لأنهم بحاجة إلى أن يذهبوا لأجل السقاية فيسقط عنهم المبيت. والرعاية يعني رعاة الإبل، هذا كان في الزمان السابق يوم كان الناس يحجون على الدواب، وكانت هذه الدواب تحتاج إلى رعي أن يذهبوا بها إلى الكلى وإلى العشب، فيباح للرعاة أنهم يذهبون في دواب في إبل الحجاج لترعى في المراعي ويسقط عنهم المبيت من أجل العذر. هذا معنى قوله لغير أهل السقاية والرعاية، هؤلاء ليس لهم عليهم مبيت لا في منى ولا في مزدلفة، هذان واجبان. المبيت بمزدلفة هذا واجب، المبيت بمنى هذا واجب، إلى نصف الليل كما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل. نعم. والرمي والحلاق والوداع كذلك من واجبات الحج، الرمي، رمي الجمار، رمي جمرة العقبة في يوم العيد، ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق، هذا واجب من واجبات الحج. والواجب الذي قبل الأخير الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير هذا واجب من واجبات الحج كما سبق. والوداع هذا هو الواجب الأخير وهو السابع، طواف الوداع، كما سبق أن من أراد الخروج أن من حج وأراد الخروج بعد الحج فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع. فإذا أكمل هذه الأركان التي هي الإحرام والوقوف والطواف والسعي وهذه الواجبات السبعة فإنه يكون قد أكمل مناسك حجه. أما الباقي من الأفعال والأقوال التي تكون في الحج غير هذه الأركان وغير هذه الواجبات فإنه سنن، إن أتى بها فله أجر وثواب،
وإن تركها فلا حرج عليه. وذلك مثل الخروج إلى منى في يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع، هذا من سنن الحج. وكذلك الدعاء في عرفة، الدعاء في عرفة هذا من سنن الحج. التلبية بعد الإحرام هذا من سنن الحج. البقاء في منى في أيام التشريق هذا من سنن الحج في الأيام، أما في الليالي المبيت هذا واجب، هذا واجب من واجبات الحج. الشرب من ماء زمزم هذا من سنن الحج. صلاة الركعتين بعد الطواف هذا من سنن الحج. الدعاء في الطواف وفي السعي هذا من سنن الحج. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.